ولا الحاجه الوحيده اللي تنعتز بها حتى وانا احد شيوخ السلفيه ولو سميها حتى السلفيه الجهاديه وحتى وانا على المنبر تنخطب في الناس هي الصدق. كنت صادق هي الصدق. كنت صادق ضروري هاد الناس واش كتصنت لهم ضروري 90,000 تناقض في الدقيقه. هو يلاه قال بانه افضل حاجه كانت فيه هو انه صادق في جميع شؤون حياتي وفي جميع احوال حياتي. ديما في جميع مراحل الحياه ديالو كان صادقا، كان كيدير داكشي بصدق وكذا. صدق. كنت صادق. مباشره بعد منها قال لك ودي انا ما كنتش حامل داكشي، وقلت كنمشي كنتخبى، كندير الدرس، وكنجي مباشره كنسد عليها باش نتفرج في الماتش ونتفرج في السينما. حتى وانا شيخ سلفي كنت نمشي نسد عليا البيت ونتفرج في الماتش ديال الكره، لانني كنت مهووس بشي حاجه سميتها فريق الوداد. واخا الماتش الكره راه كان حرام. لا بالنسبه ليهم حرام، ولا تمشي تسد عليا الباب باش نتفرج فيه، تمشي نسد علي نسالي من الدرس ونمشي نسد عليا الباب باش نتفرج في فيلم سينمائي لان السينما حرام. شنو هو الصدق؟ دابا واش الصدق اللي غلط اللي ماشي هو هذاك ولا انت اللي ماشي هو هذاك؟ دابا واحد من جوج، يا اما انت ما كنتي الصادق، يا اما انت كنتي صادق وبان المعنى الصدق ماشي هو اللي كنعرفو حنا. وريني كيفاش انت كنتي صادق وما في نفس الوقت كتمارس واحد النفاق مع راسك.